بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العلي العظيم، القدير السميع، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين، نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وحينو قبدي كجرنا طبنكي أهري بشي بركي سنيد رمضان، وحامهد اسكر الله سبحانه وتعالى إن سو قارسيي إننا مكميي إننا وافجيي إني نصنون عبادي سن الله سبحانه وتعالى، وحان كبريي إنو إنغا أقبلو بشان سن بض إنو دمسرو إنو نسو العليو رمضان بضن أنا كوضا عائي خير كسوان. أحبتي في الله، قفك مسلم كيه إنو بشان كفا إذا استو أي واجب سارنا سوى الباء يقاب والباء يضاعات كي الباب كخيرك واسعة. سأوجد ملك إلهي سبحانه وتعالى أصدري دواقي مكي بشا بلتي أرني يا باغي الخير أقبل، هل الباب أوكلي أموسا كلهن وحكي لها كان خير كدون يو خير كالباب دي سوى فريهين سو قابل وكفى إليسو. سأوجد الباب بضن وخير كفضن كان صون كالمركوكا وبشي سي أنجوغنو، وحاكمت هي قرآن كريم كآخرين تيسي قرآن كريم كشهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشي سيئة، وحكمت هي صدقة. إذن أعماش خير كأبواب تذي خير كأهيد أرضا بافرا. إذن قف كستاء مسلم إيه أو بشن الله سبحانه وتعالى سو قارسيي وحامضا إنو كفاء إذا يستو الباب تخير كأفرها بضا، وحاكا لو ملقى إلهي أصدري والله هدلي كان شركا قعنت كل جري ولو نصيحي يا باغي الشر أقصر باليري، وركان شرطة قعنت كل جرو قابسو بالبركة يسنو خير بضا بصوق شيء. قفك لقى حاران تنمي خير أن لقى حاران تنمي قفك أن كفى إذا يسنو لو دم بدافن خساري وهوغي. إذن مروا الباء بلا رجين تقود أن كوب الله بنينا حلقوين كينا وحاوي إن بيش لقى فائدة استو إن بيش لقى فائدة استو إني كوكوسو نقونا يسو أو مد رمضان دم بأتهلي يسو إن هذا هلين إلهي باؤك مدن إلهي كقارسي مدن كفائد إستو. أما إذا جاء جلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تدك جيردو ذهن دي أتمادو وأجشو ذي لقار ساعدنا ديب لغوديق مايو ساعدنا لغو صهر مرين مايو واختي قالي أجش هذا مركض علو شوية ذا كجرتين لقري إي حديثكي 40 كسبنا إي صحيحة أتقرى نيسان إي أها مركو قفك 40 يوما نطفة 40 يوما علاقة ثم يكون مضغة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذن أجش هذا وعلى قرآن وعلى شهيدا كجرت. إذن أجش هذا هندي تماد أو آذن كفى إليسا وحد أرند أنت إله يو قيل رب رجعون إله يو دبلي إيه عليه إله دبنا لو عليه لعلي أعمل صالحا فيما تركت لا إله إلا الله. قفك وحو كوشا لاينا يا اوكليا الدنيا ايغتكتي يوحبا ايغتكي يهولا ايدا افتي يبوفيسا ايغها اللابي يكناي نقوة ماهن مركي غير ماذا قفك لاتاقو او وقتي اوسن كفا اليسن او اركو وحو ارانا يا ربي رجعون اله يو الي علي اله يو وقتي فرصدي رئيسي وارمحا سميني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. انان عمل صالح سو سميو او انكسو فا اليستو ومتقناي فرصته وقتي أن كفى إذا استو أعمل صالحا فيما ترك. سورة دي كلام حيهد فأصدق وأكون من الصالحين ومن المحسنين. إذن شليتا وحبا ما تريسو إلهي سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إلهي سبحانه وتعالى قول كيس وعدها هذا لك إلهي سبحانه وتعالى لما بدل يسعلين مجرته هذا أي نوحسو شيء كرنا ولا الكاقة ونصيحه ولا شهادة ونصيحه ولا لهاقة ونصيحه والوقتها لقى فائد استو. انت سوى برارجينتا اينو كلمات كينا كبلا بينو سؤاله ولا ليال ايد كسوقرتين براها بلشدا ايان قودا قرينا ان شاء الله تعالى كجواب دودا ايان مهد سمن وحيسو ويديسي اييدي ايان وحان كبحيي وحانونسان او انسومي كرين ايان وحان كبحيي كيلو راشينا مركا انان زياديو ميا لئيهولي هاي ولا شيدا ايان اي دينتا وحافي عن قفك مر والباء خلافك إنه كف هذا أو أوقات احتياطك عباداتك هذا وحلوقات احتياطك بمعنى وحأنا هذا الكجري. النبي صلى الله عليه وسلم صاعسي والإسكو خلافي أنت ميزانك وكوافقيه ميزان هذا أن إذيك سنه
sida aanan hadalka ku jirin waxaa weeye saacaas inuu ahaa oo mataqaana khuruujan lilkhilaaf laba kiila iyo bar. Tanna kafaaradana waa nisfu saac, marka saacaas barkiisa weyn. Marka kiila iyo bar ayaa kafaarada hadal la-aan ah, ixtiyaadka ah. Idan kiila iyo bar inaad ka dhigto oo aada meesha kiilaha ah bar ku darto, maalin walba kafaarada waayilka aan soomi karin ee laga bixinayo inay noqoto kiila iyo bar. Cuntada min awsadi maa tudcimuuna ahliikum, cuntada dadka ay cunaan ee caadiga ah, midda liidatana aanan ahayn, midda khaaliga ee dad yar oo lacag haasta keli ay cunaan aanan ahayn, ee min awsadi maa tudcimuuna ahliikum. Ilaahi subxaanahu wa tacaala naxariistiisa raxmadiisa fiiri iyo diinteena say sahal iyo yusr u tahay. Allahuma laka alxamdu walaka ashukru. Nacam, waxaa kaloo ayaan ay weydiinaysaa xanta miyay soonka jebisaa. Walaal ayuha alxibatu fillah, ayaane adiga iyo dhammaanteenna waxaa muhim inaynu ogaano dunuubta iyo sayi-aadka qofka xasanaadka uu ku daalayay ayay nusqaaminayaan, bal waxaa laga yaabaa inay ka dhameeyaan oo xasanaadkii o dhanba ay wada cunaan. Xantu waxay ka mid tahay sayi-aadka iyo dunuubta aadka u nusqaamiya qofka xasanaadkiisa. Sida xadiis nabi ku cad calayhi salaatu wasalaam, maalinta qiyaamada qof waxaa imaanaya soon wato, soonka muusan ka jebin, salaad wato, sadaqo wato, laakiin waxaa barbar socdo dembiyo badan oo uu sameeyey, mucaamalaadkii bini aadamka uu khalday, qofuu dilay, qofuu xaday, qofuu xantay, qofuu dhaawacay, mid walba ilaahayow xaqiiqi, maalintaasna lacag iyo wiil yowma laa yanfacu maalin walaa banuun wey, lacag iyo wiil waxba ma anfacayaan. Maxaa wax lagu kala qaadanaya? Waxaa wax lagu kala qaadanaya maalintaas xasanaad iyo sayi-aad. Tayib, salaadiisi yaa la siini, soonkiisi yaa la siini, kii aad xamatay soonkaagi yaa la siini, hadda soon la-aan soomaadan noqon. ilaa nabi sa wuxuu yidhahday qofkaasi siday kan uu leeyahay, ilaahay uu idhiigu iga keen, waa i dakhray, kan waa i dilay, kan waa i dhacay, kan waa i xantay, wuxuu dhahay nabi xasanaadkiisii waa dhammaanay, salaadiisii badneed iyo soonkii ayaa dhammaanay. Dadaa weli soo harayaan oo sheeganay laa ilaaha ila allah, ilaahu nabadbaaday. Maxaa la samaynayaa? Sayi-aadkoodii laga soo qaaday, wax u dhigmo dembiga ay sheeganayaan, dushaa laga saaraya, kadibna qofkii salaada badan iyo soonka badan watay naarta lagu tuuraya, walciyaadu billah. Maxaa u sababay? Waxaa u sababay sayi-aadka waa waraabo waxay cunayaan xasanaadka. Idan ha isku dayin marka inaad noqoto xasanadii iyo sayi-aadkii inaad isku barbar waddo, maya. Xasana hadaad samayso ilaali, waxaad ka ilaalisaa sayi-aadii cuni lahayd ee halayn lahayd ka ilaali. Xasanaadkana waa sidaas oo kale, xasanaadka hadaad badiso sayi-aadkay tirtirayaan, ina alxasanaati yudhibna sayi-aad. Haddaba su-aashaada, soonka miyay jebisaa? Jumhuurul culamaa waxay qabaan inaysan jebinaynin soonka, xantu inaysan soonka jebinaynin, laakiin ajirkaagay nusqaaminaysaa, waxa aad ku daalaysay nusqaaminaysaa. Ilaahay subxaanahu watacaala xadiidka saxiixa nabi sa sl uu ku oranayay, man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilahi xajatu min an yadaca dacaamahu washaraaba. War qofka aanan af xumada iyo mataqaanaa markaati beenaalada iyo qowlu zuurka iyo hadalka beenta aanan ka tegaynin, ilaahay soonkiisa subxaanahu watacaala inuu cuntadiisa iyo sharaabkiisa adoonkaa ka tago ilahay danka ma laha. Bimacnaa ajirkaagii bay cunaysaa, ajirkaadii bay cunaysaa, way dhammaynaysaa. Idan bacdu lculamaa ghiibada halkiisii gaarsiin jireen, ibraahim annakhaci waxaa laga wariyaa inuu dhahay athar ah, kaanuu yaquuluuna ana alghiibata tufdiru saa'im, waxay oran jireen buu dhahay ibraahim annakhaci, salafku waxay oran jireen ghiibadu waxay afurisaa qofka sooman. Adiga taxqiiqa iyo culimmadu waxay ku fasireen ka ibnu taymiya raximahu llahu tacaala iyo culimmo badan, bimacnaa annaha tunqisu ajra alxasanaat, iyo ajriga saa'imkii ayay nusqaaminaysaa. Idan ghiibada ka fogow, laakiin taxqiiqa iyo xukumka su-aashaada waxaa weeye ghiibadu soonka ma jebiso, laakiin dunuubta waxay ka mid tahay ajirka soonka nusqaamiyo, hadday badatana laga yaabo in soonkaada ajirkiisii o dhanba ay kasoo qaado, wuxuusan waxba ka jirin. Su-aasha xigtaan u gudbaynaa. Nacam, walaalba wuxuu weydiinayaa al-istimnaa, sigaysiga qofka uu siigaysto xaqa lagama xishoodo, xaqa inaad xukumkiisa ogaato waxaa weeye wax waajib a weeye. Sa awgeed haddaysan xaqa ka xishoon lahaayeen saxaabiyaadka diinta xaqa ee dhabta ihi ay ka xishoon lahaayeen inay nabiga sacad weydiiyaan axkaam badanaa naga qarsoomi lahay soo maa, laakiin ilahi subxaanahu watacaala waa cadeeyey ina allaha laa yastaxyi min alxaq. Almuhim, istimnaagu waa siigaysiga, waxaa weeye qofka oo gacantiisa biyo iskaga keeno soonka ma jebinaya? Su-aashaas ayuu walaal weydiinaya. Soonku istimnahu jumhuuru lculamaa waltaxaqiiq walxaqiiqa kama huwa aladila sharciya, soonku way jebinaysaa, soonku way jebinaysaa.
qofka oo istimnaa gacantiisa ama tan zawjadiisa ama gacantiisa iskaga keena miday ahaataba biyaha maniga ah soonku way jabinaysaa. Nacam, waxay u dariishadeen jumhuurka adilo badan. Min aladila alijmaaliya oo ay dariishadeen waxaa weye xadiiskii qudsiga ahaa ee ilaah subxaanahu wa tacaala uu oranayay yadacu acaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu liajli. Ilaah subxaanahu wa tacaala qofka sooman cuntadii iyo cabiddii iyo shahwadii darteyduu uga tagay. Marka haddaad gacantaada iskaga keento oo iska keentahay ilaah dartii maadaan uga tegin, bimacnaa soonkaagii wuu jabay wey. Nacam, walaalkala wuxuu weydiinayaa Muxsin Nuur Ibraahim baa wuxuu weydiinayaa saliidda xabasowdada ah ama xabasowdada shiidan haddaan intaan soo qaado saliidda qumbaha aan ku daro madaxa aan marsado soonkayga wax may u dhimaysaa? Dabcan soonkaaga waxba uma dhimayso, waxaad kor ka marsatay waxba uma dhimayso. Su-aashaasna saasay ku gaaban tahay. Walaalkale wuxuu weydiinayaa galab haddaan qabaysto soonkayga wax may u dhimaysaa ama ma jabaya? su-aasha waxaa weydiinaya Cabdullaahi Jaamac Xirsi. Ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal, diinteen waxay ku qotontaa alyusr waltaysiir. Isla soonkii laga hadlayey ilaahay subxaanahu watacaala xikmatuhu albaaliqa wuxuu ku yidhi yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr. War dad yahow, addoommadaydiiyow, waxaan idinla doonayaa fudeed, culaysna idinlama doonay. Laa ilaaha ila allah, ilaahay subxaanahu watacaala aan ku mahadinno. Allahuma laka alxamdu walaka shukr. Diinteenu marka waxay ku qotontaa oo salka ku haysaa attaysiir watashiil, fududayn iyo takhfiifin. Qofka sooman inuu qabaysto gelinka hore iyo gelinka dambe midkuu doono soonkiisa waxba uma dhimayso, ajirkiisana waxba uma dhimayso. Yuriidu llahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusr. Dadka ka celinayo inay rumaysadaan, ka celinayo inay qabaystaan, kullu dalika adilada iyo nusuustii sharci way ka fog tahay. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويكهر إيمانيسا. إذا وقت قال دونتو إن أدقى بيستو صون كاقا وحبا أمر لبيسو أدل لذا إي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إي شريعة دين السائق وقتنتو أو يسري إي سهلي. نعم, ولالك لا أيا وحو ويدين يا إسلا عبد الله جامع حرسي لاندوغا أي دليرتو كما دالان أو أن قمار أهان وحلو كالقاذانين صونكو وحمي لبيسا. أيها الأحبة وأيها الإخوة الفضلاء, قفك مسلم كي مركا كوباد وحا مهم إنو فهماي وقت أو كجر قيمة أوليها وقت أو كجر وقت إصلافس لا إصلافين يميا مس وقت إلا قفا إذي استمضى وقت أعماش قيمها بضم ورسالة دا إي صونك إي صدقة دا إذا تحريدين تا إي حاجة دا ولالك قدك تين هرمريا إي كم مشقول سنتهاي وخيراتك ووقتك متقانا كتر تم يويي وقت ما أهن إصلافس إيا متقانا لانو لكل ميو. أحبتي في الله, وحن آدي آد نصيحة خالي أوسو جيدينيا ونقول نصيحينيا لن يرتا ولا لها أه أي وقت قوضة كل من يو إنا إسكو دافيان ما لا يعني جيممك نوعيدة دوك لدودوان أي جيمك أي كعيريا بشهر رمضان وركفاء ديسو وربشهر رمضان وحي فرصة وطاي قرآنك إنا دحف ديسو أو آيات أدقات أو بقبق أدقات ورهن داد حافظ أهد قرآنك إنا مراجع إيسو كان أمي والقرآنك إنا دبو من لعسته والقرآنك إنا دبو من لعسته مراجع إيسو إنا صدقاتك لبحضو إنا تحاجده أكتو إنا أفرك متقى أنا دادك أفرينتو ذاك غيب قادته والوقت إنا كفاء ديسو أي وقت قاقا آذان لومين يا والله أقول نصيحين يا أما صنكا جبنتيسا وحبو مدي ميسو جيممك اي عيارها كلد الدول نرجس كان حرام كا ان لغ فوانا الى سبحانه وتعالى امر وحرام ان تكفغات واد كديرته ذنوب تاجر كا نسقامليس اي كميت هي ان كسوهدلن سيده غيبد او كله اي وخي لمدكي وقتي كان ان لغ فايديستو اي دينتنا امرت احبتي في الله ايها الاخوه الفضلاء. ان سؤاله انت سين حلقدن كوكوبينا باذن الله تبارك وتعالى قيبها كلا سؤالها حقو وحين ان شاء الله تعالى او سو جوابي دونا حلقدن حقتو ولا لها خالقة أحبتي في الله. إلى أين وقتي وقتي سكلا ككل مدانه أنا كخير كي وناجا إسلو ذاقينه وحين ودين كتجي سلاينا بتجليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.